النصاب يبان شيك قص صوتك نادي ابوك يا الاخو يا الاخو اطلع الحرامي يا الاخو لحظة شو السالفة الصاير ليش الصارخ خلي يطلع مش عبر البيت ويكلمني قاعد البيت من خش قصر حسك فضحت بيني ما قصر حسي لين يطلع ويجابلني عيب اللي قاعد تسويه انتو تعرفون العيب انا بعرف ريني شو مسوي ماخذ مني 6000 دينار وللحين ما ردهم ادق عليه ما يرد علي اكلمه واتساب يصكني بلوك ادز عليه عالم يكلمونه يقول ما ماخذ مني ولا فلس النصاب زين يا لخو قصر حسك ما لي مقصر حسي لين يطلع يا الجبان اسمعني بس قصر حسك فضحنا ابي فلوسي عطني فلوسي ابي فلوسي حبيبي شيل يدك لا تهدك ما تقدر شيل يدك شيل يدك شيل يدك اهو حقك ما عندي لك حق وفلوسك ما عندي لك فلوس بترد خلي يرد فلوسي الحرامي رد فلوسي النصاب انا علمك راح اصيدك انا علمك روح البدله بالهده روح يلا اذلف وانتو يلا يلا فوق يلا يلا انت جدامي انا بيك انت جدامي تعال تعال الحين العالم سناباتهم كلها صورت الهوش جدامي 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 انت جدامي يا هو وي سوت ويوهنا قدام الناس فشلتنا يا ريال انت ايش مغبر ايش مسوي هذا ما عليك منه كذاب بطير وما عنده سالفه والديوانيه كلهم يعرفون انه ما عنده سالفه ايه والمفروض الحين ان انا اصدق هذا مو اول واحد يطق الباب ويقول نفس السالفه كلهم كذابين وانت الصاج نعم كلهم كذابين يبي يشوهون سمعتي وايش مصلحتهم يكذبون هالكذبه لانهم مرضى نفسيين حايشهم مرض وهم التسلف يتوهمون انهم مسلفين الناس وهم ما عطوا الناس حتى فلس حمر الله يكافينا الشر الله يكافينا شر هالامراض اسمع هذا انا زوجتك واسميه شوفني عدل خابزتك وعارفتك ان ما رجعت حق الواحد فلوسه ترى والله الدنيا دواره ورب العالمين بياخذ حقهم منك وبتصكك حوبتهم انت وعيالك يا ربي تحفظ لعيالي من سوايا ابوهم ها يعني انت مو صدقتني بتصيرين انت معاهم والزمن علي لا 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 انت لحقتهم الطب النفسي معاهم وباص واحد مشعل رجع فلوس الناس احسن لك ترى انا ادري فيك انك كذاب ادري ريل وخبزيدي شوفي اللي عندي قلته صدقتيني اهلا وسهلا ما صدقتيني بالطقاق يطقج انتي معاهم